صبح على المشاهدين الكرام على البرنامج الصباحي والمقدمين والمعدين مع البرنامج. سؤالك محوري، وهذا السؤال دائما يعني نقدر نقول عليه انه الشخص العراقي دائما يعني جانب من الغموض ينتابه، فهل الموضوع هذا قد يكون فعلا موجود؟ ويعني انا بالنسبه لي مريت بهيك موقف، انه يعني ما اريد اولا الاهل ينشغلون، واحنا كشعب عراقي شعب عاطفي، يعني مهما تكون بالكبر فالاب والام يعني اذا عنده الله يحفظهم، والما عنده يعني الله يشفع لهم الجنه ان شاء الله، فدائما الحنيه موجوده والسؤال موجود والمشاعر الجياشه موجوده، فدائما تكون هذه يعني النقطة الأساسية حتى من كانت زوجة أو أخت أو أخ. أنا مريت بعدة تجارب يعني شخصية مثل ضغوطات نفسية أنه علي بسبب أنه اللوم النفسي الإلامة، ويعني أمرار أنه أقل لهم وأمرار ما أقل لهم، وإن ما أقل لهم همين أكو فترات أنه إذا أظل أضم عليهم وضام عليهم ضام أكبت وما أقل لهم راح أنه أصير عصبي، وضاف إلى ذلك أي حكاية أتنرفز من عتها وأضوج من عتها، وأنه يهيسوني أنه أنا إنسان مي يعرفون طبعي، يعني إذا هم أهل وأقرب الناس اللي ما أسولف لهم المن أسولف، يهيسوني أنه أنا غريب عنهم أو أنه أنا ضايجين هم أنا ضايج منهم والسبب معين، فلازم الإنسان دائما يكون طبيعي بهذا الأمر. فأغلب المشاكل اللي نلاقيها بالشغل فنخفيها عن أهلنا على مود لا نضغطهم وهم مضغوطين أو مرضى أو كذا، فتلقى الأم مشغولة بالبيت، الأب مشغول بالشغل، فأنت شاب لازم تتحمل شوية، تشيل من حمل البيت، تشيل من حمل والدك بشكل عام، ودائما يعني الشاب بالعراق هو متعوب من قاعة، فلازم يعني غصبا عليه يصبر ويتحمل على مود يصير مسؤول عن أهله، على مود يكون عائلة إن شاء الله، يعني لازم من هالباب. يعني بمعزل عن التفسيرات العلمية، صراحة ليس لدي تفسير علمي للموضوع، لكن من وجهة نظر شخصية ربما يعني مسألة يعني العادات المجتمعية التي درج عليها الرجال من باب أن الرجل يجب أن يتحمل مسؤولياته لوحده، خاصة إن تعددت مسؤولياته بالزواج والأطفال ووجود العائلة، ولا يريد أن يعني يضيف هم جديد على عائلته أو يشرك همومه مع عائلته، على اعتبار أنه البيت هو مكان للراحة، مكان للاستراحة. فأنا بتقديري أنه من الأفضل إبعاد البيت عن كل المشاكل والهموم التي يحملها الرجل.